قصة نساء يسكنون في دار منذ السبعينات، قاموا بشراء الدار من امرأة ليس لها وريث. توفيت تلك المرأة قبل التنازل أو نقل الملكية. جميع أوراقهم فقدت في محافظة بغداد حسب ادعائهم، ولم يبقى ما يثبت ملكيتهم للدار، وهم الآن مهددون بالإخلاء. الزميل عمر كريم وافانا بهذا التقرير، كان في بيت العائلة وتحدث إليهم، فلنشاهد. حضرتك انتم من يعني ابوك اشترى البيت من المره؟ والله اشترى، بس المره قالت تعالوا يوم السبت كان اكو دوام، يوم الخميس جت لنا انطتك عمرها. كل ما احلف يمين خذا الورقه من مالتها اللي كتبت يعني نحضر انا ووالدي، خذوا الوصولات مالتها مال الدفع، جيبيهم، واحنا على نياتي، ما انا لا مستنسخات ولا ابدا، احنا على مثل ما يقول لما يحلف وقاعد بهيك مكان ويحلف لي يمين، يعني ما اصدق حكومه، ابني حكومه ما اصدقهم، تعبونا مرمرونا بهدلونا كلهم جايين على غايه لان يعرفون عندنا بنات متزوجات، حرام عليكم والله حرام، الحقني يا سيد الكاظمي، اروح لك فدوه، احنا عائله والله محترمين، والله عائله متواعين، والله عائله قاعدين بالقانون، والله بالقانون، اقسم لك بالقانون. انتوا حضراتكم مشترين هذا البيت من ايام الجد، صح؟ نعم لو لا؟ نعم، من 73 هم مشترينه، وكانت مره يعني ما عندها اي احد، هي مره كبيره بالسن، لا متزوجه ولا عندها وراثه، وعن الحلال والحرام صار اعلان بالجرايد، وهو اجراء روتيني طبيعي ان المره ما عندها، فجدي قالها احنا احق بهذا البيت، قالت له انتوا اكيد اولى بي. قبل لا تتوفى؟ نعم، يعني بايام يعني صادفت هذا الموضوع. فانطاها جدي بذاك الوقت انه مبلغ من المال كتبت له تنازل، وذاك الوقت سيدي الكاظمي كانت العالم على خير، يعني الكلمه هي ثقه، انه من يقول لك هذا مالتك هذا انتهى راس مال لهم. انطاها الفلوس وعلى اساس انه يكملون اجراءات، الله سبحانه وتعالى ما لحق انه صار هذا بعد قدر رب العالمين، انه توفت المراه، راحت خالتي تقدم كاجراء روتيني عادي، فراحت بوقتها على المحافظه. الناس الله لا ينطيهم ان شاء الله، ناس يعني ظلمه سبحان الله، اخذوا الاوراق من خالتي بالمناسبه يعني مع احترامي سيدي انه هي اميه لا تقرا ولا تعرف ولا تكتب، هي من اهل الله كلش يعني، فسلمت الاوراق وسلمت كل شيء المعاملات، راحت عليهم راجعت انه بدها تسوي عقد يعني عقد مال البيع والشراء، قالوا لها اوراقك ضاعت حجيه، وظلت يوميه تروح تجي. المره اللي كانت تشتغل انه اساس انه قالت لها انه اوراقكم احترقت، طيب سيدي معقوله احنا من دون هاي البيوت كلها انه بس اوراقنا احنا تحترق؟ فهم عرفوا اللي هي الاثباتات اللي تثبت. نعم البيت. نعم باسمكم يعني هم ادروا بالقانون من عندنا، فاكيد افتروا علينا الى ان وصلونا مرحله خلوه يعتبروا انه هو يعتبر املاك دوله، والله العظيم هو لا املاك دوله ولا شيء، هو تابع عائديته المره، والمره كانت غير متزوجه، والله جدي هو بكتب ذاك الزمان انه اشترى البيت من عندها. فسيد الكاظمي اطلب الرحمه منك واطلب منك يعني انه تشوف لنا حل، احنا بنات وبرقبتك. عفوا شنو التباليغ اللي اجتكم حتى لو يجون قوه للبيت انه يقول لكم شيء؟ لا ماكو اي تبليغ، ما يقولون احنا جايين تبليغ، يقولون يطلعون لنا عالم. قلت له ماشي، قلت له سيدي اني يعني بنيه وقمت اتواجه ويا رياجيل، والله العظيم حتى اخاف بس اقول هيك، متوكله عليك على الله وعلى ال البيت، اطلع اواجههم ما اعرف شلون احكي وياهم، بس الله سبحانه وتعالى يبعدهم، يقولون احنا مبلغين. زين احنا حتى ما وصلنا اي تبليغ، ضموا الفايل من عندنا الى ان اكتسبوا درجه قطعيه انه اساسا احنا متجاوزين، والله العظيم احنا لا رحنا ولا وصلنا ولا اجينا، رحنا قبل كم يوم شفنا ورقه معلقيها على الباب انه تخليه جبريه. زين شلون صار هذا الموضوع ما نعرف والله العظيم، يعني بدون اجراءات ورحتوا وجيتوا اجراءات بدون اي شيء، راسا قالوا انتم يعني تبليغ اجانا، ما نعرف حتى ما حد اجانا، حطوا الورقه وراحوا. زميلي مازن، هاي كانت مناشدة العائلة اللي موجودة بالمنصور. حسب ما سمعنا القصة، البيت الجد هو اللي مشتري البيت، ولكن كانت الكلمة الطيبة هي اللي سائدة في ذاك الوقت، فصار أكو تنازل مرافعة مثل ما نحكي. جوي ناس يريدون يشيلوهم من البيت، طبعا البيت ما بي رجال بس نسوان ويتامى، وإحنا طلبوا من عندنا انه نوصل صوتهم.